أن السلطة مطلوب منها شيء مهم، وهو اليوم موعودين في مناف إذا بتحقق، وهو قانون الأحزاب ينظر الحياة الحزبية، يسمح للأحزاب بأن تعمل بحرية. الديمقراطية ليست ذهاب إلى صندوق اقتراع فقط، الديمقراطية هي عبارة عن تربية طويلة تبدأ. خليني أول شيء صحح مفهوم كتير شائع ومتداول خطأ بأن أمريكا تحاول أن تفرض الديمقراطية في العالم بالشكل اللي هي بتشوفه. أمريكا لا تحاول أن تفرض الديمقراطية ولا بأي شكل من الأشكال في العالم. أمريكا تحاول أن تفرض حكومات وأنظمة تستطيع أن تحقق المصالح الأمريكية كلها من موقعه. يعني نحن نذكر أنه المنطقة سوريا نحن نعرف أنه هي وحدة طبيعية واحدة إلى حين بدأ سايكس بيكو. ضروري نأكد على أنه سايكس بيكو هذا المشروع الفرنسي البريطاني الذي قسم المنطقة في بداية هذا القرن، وكان هو بداية يعني مشروع استعماري طويل بالتوافق مع وعد بلفور وإعطاء فلسطين هدية لليهود. هذا التضليل مبني على قاعدة وهمية تقول بأن العراق هو مستقل عن محيطه الطبيعي، بينما نحن نقول بأن العراق هو جزء من محيطه الطبيعي، وبالتالي المواطن في الشام أو في لبنان أو في أي موقع آخر يستطيع أن يدافع عن العراق كما يدافع ابن الفلوجة عن الفلوجة، أو كما يدافع ابن بغداد عن بغداد. يستطيع المواطن في مصيف أو في دمشق أن يدافع عن بغداد ثقافية، ولا يعترف بهذه الحدود المصطنعة وهذه الأسلاك الشائكة الموجودة بين الكيانات التي فرضتها الدول الاستعمارية.